صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ببركة شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، سنتحدث عن سند القوم في طريقهم إلى الله للعالم الجليل السيد محمود أبو الفيض المنوفي الحسني. إن القوم يرجعون بسند طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أن جبريل عليه السلام نزل إليه أولا بالشريعة، فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة الموجودة من أعمال الشريعة وهي الإيمان والإحسان. فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطن الشريعة بعض أصحابه دون البعض، وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه هو سيدنا علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذه عن الحسن البصري من جهة، وأخذه عن سيدنا علي كرم الله وجهه أيضا أول أقطاب ولده سيدنا الحسن رضي الله عنهما، ثم أخذه عنه أبو محمد جابر، وقد أخذ عن الحسن البصري حبيب العجمي، وعن حبيب أخذ داود الطائي، وأخذه عن داود أبو محفوظ معروف الكرخي، وعن معروف أخذ أبو الحسن السرقسطي، وعنه أخذ إمام هذه الطريقة أبو القاسم الجنيد الذي تفقه عن أبي ثور وصحب الشافعي في علوم الظاهر، ثم صحب وأخذ عن خاله السراسقسطي علوم الباطن، وعن الجنيد أخذ المحاسبي، ثم انتشر هذا الطريق انتشارا لا ينقطع حتى ينقطع عمر الدنيا. وقد روى سفيان بن عيينة عن أبي جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل العلم بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. وأورد الهروي في منازل السائرين بسنده عن طريق الجنيدي عن السرقسطي عن معروف الكرخي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا: إن طلب الحق غربة، وذلك لعظم الطلب ونفاسة المطلوب. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل آية ظهر وبطن، وظهر الآية ما ظهر من معانيها، وباطنها ما تضمنته من أسرار إلهية لا يطلع عليها إلا أهل المعرفة بالله. وأخذ هذا الطريق أيضا عن جابر القطب سيدا الغزواني، ثم القطب سعد، ثم سعيد ابن أحمد المرواني، ثم إبراهيم البصري، ثم زين الدين القزويني، ثم القطب شمس الدين، ثم القطب تاج الدين، ثم القطب نور الدين، ثم القطب فخر الدين، ثم القطب تقي الدين، ثم القطب عبد الرحمن، ثم القطب الكبير عبد السلام بن مشيش، ثم القطب الشهير أبو الحسن الشاذلي، ثم خليفته أبو العباس المرسي، ثم تلميذه العارف أحمد بن عطاء الله السكندري. وبلغ من فضيلة العلم بطريق الله أن يكون موضعه الذات العلية، ومعرفتها أفضل المعارف على الإطلاق. فالعلم الذي يتعلق بها أفضل العلوم لا محالة، وأول هذا العلم خشية الله، ووسطه معاملته، وآخره معرفته والتبتل إليه. ولذلك قال الجنيد رضي الله عنه: لو علمت أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه ما أصحابنا
مع أصحابنا لسعيت إليه. لو علمت أن تحت أديب السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه. وقال لسعيت إليه. وقال الشيخ الصقلي إن كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة، وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة، وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو من أهل محبة الله ومن أحبار معرفته. وأما نسبة هذا العلم إلى غيره من علوم الدين فهو كلا لها وشرط فيها، إذ لا علم ولا عمل إلا بصدق التوجه إلى الله تعالى. هذا وقد نزل القرآن بالرضا عن أهل بيعة الرضوان، وذلك في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولقد لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه الذكر، ففيما رواه شداد بن أوس عن حديث من حديث صحيح قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب. قلنا: لا يا رسول الله. فأمر صلى الله عليه وسلم بغلق الباب، ثم قال: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فأبشروا فإن الله قد غفر لكم. وأما تلقينه لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم على انفراد، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، عليك بدوام ذكر الله سرا وجهرا، وقل لا إله إلا الله قلبا وقالبا. فقال علي: كل الناس يذكرون الله يا رسول الله، وإنما أريد أن تخصني بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، إن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. وكان هذا التلقين النبوي أساس تلقين الذكر عند أهل طريق الله. فإذا ترقى السالك الذاكر في المقامات والأحوال ذكر باسم الذات، لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل الله وذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا ما لقنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد كلمة الشهادة. وكان هذا نفسه هو السر الأعظم والنسبة المباركة التي أخذها أبو بكر رضي الله عنه باطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما وقر في قلبه رضي الله عنه، والذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، بل بشيء وقر في قلبه. وذلك كله هو أصل سلسلة الطريق، طريق الله، تلك التي إذا ارتبط بها المريد الصادق بواسطة أخذ العهد وتلقين الذكر ولبس الخرقة يكون قد انتسب إلى سلسلة أولياء الله جميعا، من شيخه الذي بايعه
وأخذ عليه العهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى سلوك الطريق بغير هذه المثابة وتلك النسبة فهو داع كذاب لا يفتح عليه بشيء قط من مقاماتهم أو أحوالهم إلا عن طريق واحد منهم، حيث يجتمع في معاونته على سلوك الطريق أرواح تلك السلسلة من الأولياء والأقطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن الصلاح: إن سندي في طريق الله من أخذ القبضة إلى تلقين الذكر إلى لبس الخرقة يرجع إلى أبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسي، حيث قال: أخذت الخرقة والبيعة عن أبي الأسعد هبة الرحمن بن أبي سعيد بن سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري، الذي أخذها عن جده أبي القاسم القشيري، وهو أخذها عن أبي علي الوقاق، وهو أخذها عن أبي القاسم ابن إبراهيم بن محمد بن النصر، وهو أخذها عن أبي بكر ولف بن أبي بكر ولف بها جحدر الشلبي، وهو أخذها عن الجنيد، والجنيد أخذها عن السرسقسطي، وهو أخذها عن معروف الكرخي، وهو أخذها عن داوود الطائي، وهو أخذها عن حبيب العجمي، وهو أخذها عن حسن البصري، وهو أخذها عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعة وتلقينا. سبحان الله. وكذلك أول الأقطاب الحسن بن علي من تنازل راضيا عن الخلافة الظاهرية حقنا لدماء المسلمين، فعوضه الله بالخلافة الباطنية عن أبيه عن جده صلى الله عليه وسلم، وذلك طريق أهل البيت. وكان عظماء أهل الصفة، بل جلهم من أوائل الصوفية وأهل طريق الله، وحسبنا في ذلك أن نزل فيهم قرآن عند قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وكان منهم أبو ذر الغفاري وأبو هريرة وخباب وصهيب وسلمان وبلال، ومنهم الحارث بن مالك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وأسمع عويل أهل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن نور الله قلبه، لقد عرفت فالزم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسره أن يرى رجلا شرح الله صدره للإيمان فلينظر إلى هذا. وكان بعض أوائل الصوفية من الصحابة اجتمعوا ليعتزلوا أهل الخلاف على الخلافة، وعلى أثر ظهور الفتن المعروفة بعد قتل سيدنا عثمان، وبالأخص الخلاف بين علي ومعاوية، اجتمع قوم من المهاجرين ومثلهم من الأنصار ومثلهم من أهل الصفة، وتقاسموا بينهم أن يزهدوا في الدنيا اجتنابا لفتنها، عالمين أن حبها والتكالب عليها فتنة، ولا نجاة من ذلك إلا بالتقوى. فأقبلوا على الله حبا في الله واقتداء برسول الله، وكان ذلك بمثابة عهد قطعوه على أنفسهم، وكان ذلك التحالف والتعاهد كبذرة قوية لشجرة التصوف الإسلامي.
فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجزى الله شيخنا سيدي محمد فوزي الكركري عنا خيرا بما هو أهله، الشجرة الطيبة المباركة، السريان النوراني، النسب الروحي والنسب الطيني المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ختم الختوم وشيخ الشيوخ قدس الله سره العلي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.